بس هيدا ما بيعني ابدا اني دير بالي عليه مقابل ولا شيء لبقيه حياتي. شو هالمصيبه الكبيره؟ ما بهمني عمره. فيكي لو سمحتي تخبريني وين بقدر لقيه؟ ما بهمني احتفظ بمعلومات عن عالم بلا فايده. اسمعيني لو سمحتي. طلع فيه منيح جينو، كنت مفكر إننا رايحين على البركان بس شكلنا عم نلف وندور حول نفسنا. شو يا سئيل مبين بلشت تتعب؟ شو يلي أكد لك إنه بلشت اتعب يا زكي؟ ها؟ أنا بس كنت بدي أعرف إذا بساطك الغبي هيدا بيعرف الطريق أو لا. انتبه، ما بقى تقول عن البساط إنه غبي، هو بيعرف كل شي. ها؟ مزبوط، مشان هيك واقف هون وعم بيتطلع مثل الأهبل بالسما. ما تكون ناطره إنه يتطلع فيك، هو اللي بيقرر بأي وجهة منروح. شو مشكلته هلأ؟ ليش وقف مرة تانية؟ شكله ما بيطير قبل ما يعرف لوين بده يروح. شكلك انت بتعرف كل شي كمان يا سئيل. هيدا مش وقت الخناق يا جينو. انا برأيي ننزل ونروح على هديك الضيعة، اكيد في حدا بيدلنا على الطريق الصحيح. هيدا الشي رح يكون أحسن من الوقفة بذات المطرح. جينو خلي البساط ينزل، رح نلاقي شي طريقة تنكفي لعند البركان. خلي البساط ينزل. خلي البساط ينزل يا جينو. مثل ما بتأمر يا معلم. حقيقتي أنا وعن حقيقة بيي كمان. بس بهيدا الوضع قوليلي كيف رح تقدر تخلصي حياتكن؟ مش أنا، أنت. ليش كل العالم عم بيركضوا؟ ما بعرف. على ايدين. يلا اركض. يلا كلكن طلعوا كل شي في اكل ومونه من بيوتكن، والا رح احرقكن انتو وبيوتكن كمان. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5 على 6.